نعم ايوه شيخنا، نعم واحد معاه 4 عيال، أربع أولاد. ثلاث صبيان وبنت، وصلاح اتجوز من واحده وصاب مراته واهله مش راضيين، ده يصح ولا ما يصحش؟ يعني مش راضيين ليه؟ لماذا؟ احنا مش ما كناش موافقين على، ولا مش موافقين انه يتجوز ولا يسيبها، واحنا زعلانين، ابوه وامه زعلانين منه، مش لا يجي يعني يبعت عفوا الوالدين دلوقتي؟ عفوا، يعني هو زوج زوجة ثانية ولا طلق الأولى واتزوج ولا إيه بالضبط؟ لا ما طلعش الاولى، ساب الاولى يعني وسابها، يعني هل سابها يجوز؟ وتركها وراح لواحده ثانيه، إيه؟ سابها وتركها واحده، راح لواحده ثانيه، سابها مع أولادها وذهب لواحدة ثانية؟ وقعدت في بيت ابوه دلوقتي. ويعني وترك الأولاد ضايعين؟ لا الولد بيسأل عليهم بس مش راضيه مراته الاولانيه، يعني تبقى معها زوجه ثانيه. يعني هو بينفق على الزوجة الأولى وعلى الأولاد وأولاه يا أختي. بينفق بس احنا ما كناش قادرين نتجوز ويسيبها. لا لا افرضي افرضي، معلش اسمحي لي، يعني افرضي ابنك يعني قوي مثلا ويستطيع الباءة ويريد والله ده على أن قد حاله، ولا بروح شغل ولا معاه شغل ولا مشغله ولا بيشتغل في اي حال. على كل إن كان انا كان في السعوديه وقاعد معاها عربيه ولا شغال بها ولا اي حاجه. على كل إن الزواج الثاني أباحه الله، لكن لا تضيع الزوجة الأولى ولا يضيع الزوجة الأولى ولا يضيع الأولاد. فإن كان مستطيعا للزواج وعنده القدرات المادية والبدنية ويأمن عدم الظلم تزوج، لكن إن كان عاجزا عن الإنفاق أو إن كان غير قادر على العدل فالاقتصار على واحدة أفضل، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. السلام عليكم.